بعد أقل من عامين من تعرضه لإطلاق نار، عاد نجم باراغواي سلفادور كابانيس للجري مع زملائه في المكسيك. كان محظوظا للبقاء على قيد الحياة بعد تعرضه لإطلاق نار في رأسه، ليشاهد الشرطة المكسيكية تعتقل رجل المخدرات خورخي بالديراس بتهمة إطلاق النار عليه في عملية سطو كما أكدت زوجته. العميد ده هو الضابط اللي بيقبض على الحرامية، والكابتن أحمد حسن مش ضابط، ده لعيب كورة، هيبقى عميد إزاي؟ Ces tours oblongues abritent désormais les appartements les plus luxueux de Chine, plus de 10 000 euros le mètre carré. Les travaux ne sont pas finis, mais ces résidences secondaires sont déjà vendues. On pourra arriver en hélicoptère, manger au restaurant tournant et payer son café 100 euros. C'est ce standing qu'on veut atteindre. Le café à 100 euros, l'ambition des promoteurs est à peine exagérée. ومن الصين إلى مقاطعة داربي في بريطانيا، حيث نشهد البطولة العالمية لسباق الدجاج. الدجاج ظل يخضع لتدريبات مكثفة خلال الأشهر الماضية من أجل المشاركة في هذه المسابقة السنوية. المسابقة تنظم في قرية بونسول، ويشترك فيها كل عام نحو 30 إلى 40 من أسرع الدجاج في العالم. Nos cinq touristes ont l'air subjugués par ce qu'ils entendent. Il leur reste à comprendre comment on entraîne un coq au combat. C'est combien pour ça? Mon Dieu. Mais c'est quoi ce but? C'est pour lui faire l'entraînement. Toi, tu fais le footing. Show moi où les mains sont. Il y a des coqs qui sont faits comme ça. Tu vois? Regarde. Faire ça. Oula, attends, oula. Comment ça va ce matin? Mal. J'étais si énervée que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. مرحبا بك. الله يبارك فيك. انا قلت لك ديك المره اليوم شديتيني الحال بزاف. مرحبا شديتي. الله يبارك فيك. خبرك فاش كنت صغيره كان عندي البوستير ديالك في الدار. ما يمكنش بيتي وحق لا شفت 10 درهم مع المزريه. شرف ليا كبير. والله كنتي زوين ملي كنتي صغير. بساليك اليوم لا 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 ما كان بخيتيش كمل لافاز ديالي وحق الله. هنا كنتي مبطبط كما كيقولوا هنايا بطبوط هكا تقولوا سمين غلاد. فينو حبيبي فينو؟ الله الله يعينو على الهوى وطول البعاد دايب يا وان حبايب وانا قلبي دايب يا الهوى وطول البعاد فينو اللي قلبي هواه وانا لا ولا قلبي معاك. يقال ان انت وتامر حسني اتخانقتوا في فيلم حالة حب. لا مش خناقه بمعنى الخناقه، يعني هو تامر كان لسه اول فيلم ليه، اول مره يخش سينما بشكل عام يعني، فيمكن كان في شويه مفاهيم عنده يمكن كانتش لسه ما كانش لسه عارفها او ما كانش لسه ملم بيها. حلم ولا حقيقه وانت قصاد عيني احساسي ليه ازاي معاه وصلت انا للدرجه دي